رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي يؤكد أن مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساهم في خلق تفاعل مع مؤسسات عريقة في الديمقراطية، كما مكن من إعداد دلائل عملية تمت صياغتها في السياق المغربي وبناء على حاجيات المؤسسة التشريعية المغربية. تأكيد رئيس مجلس النواب جاء في ندوة لاختتام هذا المشروع. الهدف الرئيسي كيف نجعل من برلماناتنا قريبة من المواطن، كيف نجعل من مؤسساتنا التشريعية في قلب مجتمعاتنا، وكيف كما أشار إلى ذلك السيد الرئيس كيف نقوي مصداقية وتمثيلية مؤسساتنا التشريعية. كل هذه الأسئلة وهذه الأهداف ساهم هذا التعاون بين مؤسساتنا التشريعية في تجويد سياق وصياغة القوانين، وكذلك في تجويد وتنويع أساليب مراقبة العمل الحكومي وخاصة مراقبة السياسات العمومية. بكل صراحة لا يمكن إلا أن نتمم هذا النوع من التعاون. وأبرز رئيس مجلس النواب أن المجلس الذي يوجد في قلب الدينامية الإصلاحية بالمغرب يسعى إلى أن يكون برلمان للقرب وفي قلب المجتمع وعاملا مساهما في تكريس وترسيخ الثقة في المؤسسات.